علي الزواج وأنا إلى الآن ما مصدق. الموضوع ما دخل مخي. كم عمرها تقريبا؟ كبيرة. كم؟ 40. 40 برا، يبغالي 400. يا عمي ما يهمك العمر، دامك تقول شبعانة وعنده سلسلة مطاعم بتناغنغاك، توكل على الله. وأنا عمي تزوج مديرة مدرسة وتسدد له الفواتير واشترت له بيت، والحين بيتزوج الوكيلة. يا ابن الحلال، ترى الكبيرة تكون أنضج وأفهم من الصغيرة، بتختصر عليك أمور كثيرة في الحياة. خذها متع عمرك بدراهمها لين ربك يفرجها. إذا ما تبغى تتزوجها أنا بتزوجها. كل تراب واحترم نفسك، مالك شغل محارمنا، تفهم؟ أبشركم قررت أتزوج. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عامر، هذا أحلى خبر سمعته بحياتي. ناطرين بالعجة. من هي بنته؟ ها؟ ساقها القدر، أقصد من جماعة شكش، بس بنت عز وعندها خير. ما دامت بنت عز وعندها خير أكيد بيجلدوننا بالمهر. لا 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 يبا، هو بجلديننا بالمهر، أنا مضبط الأمور والبنت مرة مرتحت لي، وهي قالت لي بنفسها أنا مشتري رجال. يا أبو عامر، وش لك بالأسئلة السلبية؟ خلنا نفرح بالولد دام إنه عزم يتزوج. شايفين نوف؟ شكل بيت عز. وش ذي الطيحة اللي طاح عليها عامر؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عاد بس يما، وراك ماسك الورد كذا، حطي حطي. ما شاء الله وش ذا الزين. انتي عروستنا دنيا؟ انا رحاب، العروسة شوية وبتنزل. حي الله من جانا. الله يحييك اكثر. هذا ولدنا عامر، والحمد لله محافظ على الصلاة، ومن حقكم تسأل عنه. ما يحتاج نسأل عنه، الوالدة مقفلة باب النقاش عن العم عامر نهائيا. العم عامر كتروا الخطاب كتير عالباب، مرضيش أبويا يا ألف ومية مرحبا. أوي في بيتنا أم عامر وأخته، يا مرحبا أمبو، يا هلا يا هلا يا مسهلا، تفضلوا بيتكم وحلكم. الله يحييكي ويبقيكي. إلا وين دنيا؟ شكلها مستحية تنزل. وي 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 وي، إيش بنا دوبنا كنا طيبين، إيش بكم؟ حبيبتي العروسة قدامك بشحمها ولحمها. وشو؟ أنتي دنيا؟ أنا دنيا. شكلها عامر ملخبط بالاسم. جينا دحين الكلام اللي ما يعجب. ما يصير ما يصير، عامر قاصدني أنا دنيته. سعيدهم يا ناس. يعني أنت العروسة اللي جايين نخطبها لولدنا؟ تفاجأت وانكتمت انكتمت كتمت البولة المدمس، وأنا يا حبيبتي. وشو؟ أه؟ يعني الحين إحنا جايين نخطبك أنت الولدنا؟ أنت أكبر من أمي. مشينا، وين هالخبل؟ مشينا مشينا، يجيبك الصاجك ربه. الحين جاي يسحبنا على ملا وجهنا عشان نخطبك ورا كبر امك. هاو، وش اللي كبر امه؟ انا وحدة من بناتها. ترى انتم اللي دلتوني عليها. حنا؟ ايه انتم. وشلون؟ نسيتوا المقلوبة؟ مطعم همهم يا حلو، دنيا هي صاحبة المطعم. قلنا لك جيب المقلوبة مو باللي سوتها. وليدي مشفوح، ابطيني واعرفه زين، اعجبها طبخه، حطها براسه. اروح افتح الباب اصرف لي. السلام عليكم. وعليكم. اوف 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 اوف، وش هذا كله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، فين الوالد والوالدة؟ موجودين. تفضلي تفضلي، يلا حيها يلا حيها يلا حيها. صديق جيب كله، ها كله جوا. تفضلي تفضلي. يا هلا وسهلا، نور البيت. تفضلي تفضلي تفضلي.
مساء الخير. أستاذة دنيا رسلتني ليكم وتقول لكم هذا عشاكم، أنكم روحتوا بدون ما تتعشون. قول يا لحظة لحظة بس يا أبو عامر، ساعدني لو سمحت. أسمع، أنت بالذات يا أبو عامر لك حاجة خاصة، مفتاح سيارة جديدة لك من بنتك دنيا. وحتى لو أنكم جبتوا له سيارة جديدة ما، وهذا طقم ألماس لك يا أم عامر، ألماس كامل. الله يصلحها، الله يوفقها، الله يعطيها ويرزقها. يما بلش حادة. وأنا أنت لك دنيا بكبرة. وأنا أنت لسلعشة بكبرة. هاي يا أبو عامر، وش رايك؟ حنقول اسمع يا عامر، الزواج يسمعه نصيب، وتزوج وخلى سكيتي لا من شاف ولا من دري. أتحداك القصر البطل، أبوك الفلة حطينها زيج، وشاكل برشومي ياكلك حبة حبة ياكلك. يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة صار الليل، يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة يا أبو تلاتة صار الليل يا أبو تلاتة. برشومي في خشمك أنت التاني، أنت في ملعب كورة، أنت في قصرك. ألف مبروك يا عريس. أشرب. ألف مبروك. حاطين عطر انتم؟ لا، هذه مويه مبخره لازم نسقيها للعريس. ابو جوكم تحطون البخور داخل المويه. الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. من ذي؟ بنتي رحاب. بنتس؟ ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكننا استعجلنا يا ولد. الف مبروك يا عمو. عمو؟ أنا عمه وخاله. يا شيخ تعال هنا أمسك منه المغراف. دقيقة. يلا 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 بلا فضايح أمشي. يلا عكسني. عكسني لا أبهر لا يتور علي. عكس. عكس. يلا عكس أمشي. أنا مالك. يلا أمشي. حبة حبة. حبة حبة. وياكلك حبة حبة. أمشي. أصبر 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 أنا مالك. أمشي. أنا مالك. أمشي معي يلا. أصبر أنت بس قدي. أتحداك يا أكل البطل، وش ده؟ ما شاء الله تبارك الله. أوف 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 أوف، سمك؟ أنا ما أكل لبخاري. حمام وش ده؟ في رز وفي جمبري. سمبوسة؟ هذا جمبري. صحة وعافية بحين ما يسري إمري. سامع؟ سامع محمد عبده وش بيقول؟ تصدق بالله؟ أنا أكبر من محمد عبده بسنتين بالضبط. أكبر من محمد عبده بسنتين؟ بس حشا ديناصور ذي. يا واد يا واد، العمر في القلب ما هو في الأيام ولا في السنين. إيش بك أنت؟ سلام يا أمي، أنا باقي على رحلتي ساعتين، توصيني شيء؟ يا حبيبي طريق السلامة، روح خد راحتك، سافر يا قلبي. سلامات، وين مسافر؟ رايح شرم الشيخ مع اصحابي، اخليكم تقعد مع بعض اليومين هذه يعني. اقول رجع شنطتك وهجد، ما في سفر. يا سلام على كيفك هو. انا بالنسبه لك مين؟ تراك زوج امي. يعني عمك. عمك يا واد. اصحى يا حبيبي اصحى. شايفني كنبه في البيت؟ اقول لك اصحى انت وروق. لا ترفع صوتك علي، تفهم ولا ما تفهم؟ يلا انقلع غرفتك، ما في سفر. انقلع. مشكوره يا امي. أنا طالع مخلي لكم البيت. مشكورة يا أمي. أقول دزها بس صاحب غرفتك، دزها. راجل راجل يا عمورة. داري إني راجل، بس ولد هذا ما ربيته زين، بيقعد يتعبني كذا، ما ينفع ترى. طز عليه ولا يهمك. تعال يا حبيبي لا توتر نفسك، تعال كمل أكلك. تعال. أبوك الفلة، كفوف وأكل وفلة وخواش. يا سلام. أغرف لك كبسة. ما عندي سؤال الثاني. بلا بشكله. هذا أنا. لا يا حبيبي، هذا كرومي الله يرحمه، لكن هذا أنت. وش أسوي فيه هذه؟ تعلقها جنبه. وهذولي منهم؟ دول أزواجي. كل هذول أزواجك؟
ايوه الله يرحمهم كلهم ماتوا. يلا يا حبيبي لا تقعد تطالع فيهم، قم قوامين الله يرضى عليك، خش غير ملابسك عشان مازن اتصل علي قال يبغاني ضروري انا وانت. من مازن؟ انا جيتكم عشان اتقدم لرحاب اكمل نص ديني. سلامات يا ابوي، سلامات. اشوفك تكلم دنيا، ما كان في رجال قدامك هنا. لي 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 الكوارث كلها. عمتي دنيا وابويا متفقين ان انا ورحاب لما كنا صغار هي لي وانا ليها. شغل الافلام المصريه ذا